مشاهدينا لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من المشهد الدكتور طه علي الكاتب والمحلل السياسي. برحب بحضرتك أهلا دكتور بك. طه. يعني كما تابعنا في هذا المؤتمر الصحفي ردود أفعال كبيرة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن اسمح لي دكتور طه، يعني الأسباب الواقعية التي دفعت روسيا للإقدام على هذه الخطوة، خاصة وكما تابعنا في المؤتمر الصحفي أن هناك من لم يكن يتوقع هذا من الطرف الأوكراني أن تقدم روسيا على هذه الخطوة بشكل عملي. يعني بداية خلينا نقول إن هذه العملية أو هذا التصعيد ربما يكون كان متوقع، لكن كان في حدود، زي حضرتك ما بتقولي، كان في حدود محددة. كان الجميع كان يتصور أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني يضع حسابات اقتصادية في المقام الأول، ويتصور أن البعض يتصور أن العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يوقعها البعض عليه في من الدول الأوروبية أو الغربية بشكل عام يمكن أن ترضعه، لكن واقع الحال أن بوتين لديه حسابات مختلفة، ذلك أنه يجعل في المقام الأول خطوطا حمراء الأمن القومي الروسي بشكل عام. التوسع الناتو شرقا الى ملاصقه الحدود الغربيه للاتحاد لروسيا، ده احد الخطوط الحمراء التي يتصورها بوتين. انا يهمني ماذا يتصور بوتين. بوتين تحدث كثيرا حينما قال في الفتره الاخيره اكثر من مره ان انضمام اوكرانيا الى الناتو هو خط احمر بالنسبه لامن روسيا. راينا ذلك عام 2008 حينما حاول الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش ضم جورجيا الى الاتحاد الى حلف الناتو، فما كان من روسيا الا الاعتراض. وطبعا شفنا في هذه الفتره مشاكل كثيره وصلت الى حرب جورجيا، حرب اهليه في جورجيا اسفرت عن استقلال جمهوريتين غير او استقلال منطقتين، اوسيتيا الجنوبيه وابخازيا بشكل عام. اذا المتامل في علاقه او في ادراك روسيا لتهديدات للتصرفات الاخيره ورغبه اوكرانيا للانضمام للناتو يجد انهم يقتربوا من الخطوط الحمراء. اما مساله العقوبات التي كانوا البعض يتصور انها سوف تردع بوتين من الاقدام على هذا التصعيد او الوقوف عند حد معين من التصعيد، اتصور انه لم انه الجميع لم يكن يدرك ان بوتين تعرض لعقوبات خلال الفتره الاخيره عام 2014 من جانب اوروبا والولايات المتحده لما اقدم على ضم منطقه القرم الى روسيا. وبالتالي الرئيس الروسي يتصور انه العقوبات الاقتصاديه مهما كانت هناك لديه بدائل اقتصاديه على المستوى العالمي، هناك المحور الصيني، هناك محاور اخرى في اسيا يمكن التعويل عليها بعيدا عن الجانب الاوروبي، بل انه ايضا يدرك ان اوروبا اذا اقدمت على معاقبته اقتصاديا سوف تتضرر اوروبا هي الاخرى، باعتبار انه من الصعوبه بمكان ان تعوض الامدادات الروسيه في مجال الغذاء او في مجال الطاقه في الحال، بمعنى اننا في الحال يصعب تعويض بدائل لروسيا. وده يمكن بنلاقيه النهارده لسه نيويورك تايمز مصرحه عن مسؤولين اوروبيين او في الاتحاد الاوروبي بيقولوا ان هناك بعض الدول ومن بينها المانيا والنمسا وهي اكبر الدول الاوروبيه ذات اتصالات اقتصاديه روابط اقتصاديه مع روسيا ليسوا مع فكره توقيع عقوبات اقتصاديه ضخمه في الحال. ولكن المانيا جمدت نورد ستريم 2 لتوريد الغاز الروسي الى المانيا، يعني كيف ترى حضرتك هذا في ظل هذا التصريح الوارد في نيويورك تايمز؟ اتوقع انها خطوه تهذيبيه او خطوه لجس النبض او للضغط على روسيا في حدود محدده، لان المانيا نفسها تحملت العقوبات او التهديد من اداره الرئيس دونالد ترامب لما كان بيقول له بيحاول يثني المانيا تحديدا عن المضي في مشروع اللي هو نورد ستريم 2 ده، لكن الالمان نفسهم كانوا رغم ايقاع يعني الولايات المتحده اقدام الولايات المتحده على عقوبات على شركات اوروبيه والمانيه للعمل في هذا الموضوع، لكن هذا الخط يعني ذات اولويه مصيريه بالنسبه لالمانيا في الوقت الراهن. وبالتالي احنا سمعنا امبارح على ما اذكر تصريحات من الاداره الالمانيه بتتكلم عن ان هذا التجميد لنورد ستريم 2 سوف لن يكون الى الابد، يعني بمعنى ان احنا مش هنوقف خط الغاز او الامدادات الروسيه لالمانيا للابد، احنا هي فكره المناوره ومحاولات الضغط على طب على اسمح الروس. لنا دكتور طه، معنا عبر سكايب من موسكو الدكتور عمار قناه استاذ العلوم السياسيه بجامعه سيتاستوبل في العاصمه الروسيه. برحب بحضرتك دكتور عمار. تحياتي سيدتي لك ولضيفك الكريم.
دكتور عمار، يعني كيف تنظر إلى هذا التطور والعملية العسكرية الروسية في هذا التوقيت، رغم أن هناك كان الكثير من المحللين لا يتوقع هذا التصعيد بهذا الشكل على الأقل في هذا التوقيت؟ باعتقادي أن المسألة هي كانت متوقعة، وخاصة يعني ممكن الحديث عنها بعد يعني فشل ممثلين رباعية النورماندي في التوصل يعني لحل أو تسوية حول تطبيق اتفاقية مينسك، ومن ثم يعني وبعد الرفض القاطع من كييف تطبيق هذه الاتفاقية، والتي من خلالها يعني ممكن كانت يمكن التوصل إلى حل سياسي حول الأزمة الأمريكية. ولكن يعني رأينا في المقابل يعني العمليات المكثفة والانتهاكات في منطقة الدنباس من حيث يعني قصف القوات العسكرية الأوكرانية على منطقة الدنباس. كانت المسألة يعني هي ممنهجة من قبل يعني كييف، أولا طبعا ضمن الضوء الأخضر الأمريكي بعد فشل يعني ذريع ممكن القول للدبلوماسية الأوروبية في محاولات يعني الضغط على كييف لتمرير هذه الاتفاقية. فلذلك كانت المسألة يعني بالنسبة لروسيا، لا ننسى انه يعني لا يمكن لروسيا ان تقف مكتوفة الايدي حيال يعني ما جرى خلال الايام الماضية من هذا القصف على منطقة الدنباس، وهي جمهوريات يعني جمهوريتان دونيتسك ولوغانسك. فلذلك اتت هذه العملية، وهي ليست يعني عملية اجتياح او غزو كما يسمونها يعني في الاعلام الغربي، ما هي الا عملية عسكرية خاصة لاضعاف البنية التحتية للجيش الاوكراني لعدم التهور يعني في عمليات عسكرية في الدنباس. ولكن دكتور عمار، يعني حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن هذه العملية العسكرية بتستهدف هدفين، الهدف الأول هو نزع السلاح الأوكراني، والهدف الثاني هو مطاردة من أسماهم بالنازيين الأوكرانيين. هذا يعني هذان الهدفان، هل بتراهما أهداف مطاطة ينطوي تحتها إمكانية التوسع في العملية العسكرية لتكون شاملة لكافة عموم أوكرانيا، أم أن هذا التوصيف للأهداف من هذه العملية العسكرية يجعل كل الاحتمالات واردة؟ لا اعتقد يعني انه يعني ممكن ان تستخدم او تستغل يعني هذه التصريحات بهذا الشكل للتوسع. بالنسبه يعني للقوات النازيه يعني الجديده والتي هي متواجده وممكن القول منذ يعني منذ عام 2014 على حدود منطقه الدنباس، وراينا يعني يعني الافعال التي كانت هناك حول يعني الاباده الجماعيه من قبلهم بعام 2014 2015 وهم متواجدون يعني في تلك المنطقه. حول مثلا نزع السلاح، يعني باعتقادي انها يعني تم انجاز الكثير منها من خلال يعني الضربات الموجهه يعني المحدده التي يعني اجريت اليوم صباحا. لا توجد يعني باعتقادي هناك اهداف استراتيجيه اخرى من هذه العمليه، كانت الهدف الاساسي منها هي حمايه يعني المدنيين، وذلك بعد محاولات كييف يعني لتغيير يعني قاعده اللعبه من سياسيه الى عسكريه ضمن طبعا التوافقات الامريكيه. فنرى يعني منذ بدايه الازمه بين قوسين الإعلامية الموجهة قبل شهرين، يعني رأينا المسار الدبلوماسي في جهة والعسكرة من جهة أخرى، والتسريع بعملية عسكرة الأزمة الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة ومن قبل بريطانيا ومن قبل دول البلطيق. فهذه كانت كلها يعني إشارات واضحة جدا يعني لروسيا أن كييف ستغير يعني المعادلة إلى عسكرية. فالمسألة يعني أيضا لها علاقة بموضوع يعني الضمانات الأمنية والتجاهل الكامل يعني لهذه الضمانات الأمنية الروسية التي طالبتها يعني من الولايات المتحدة ومن حلف الناتو. فنرى أن هناك يعني المسار الدبلوماسي لم ينجح يعني وفشل، واليوم الكل يتحدث عن أن روسيا قد انتهكت اتفاقية مينسك، والكل يتناسى أن روسيا طالبت بتطبيق هذه الاتفاقية منذ 8 سنوات، وكان الطرف الغربي يعني الضامن يعني في
بما فيهم فرنسا وألمانيا لا يعني لا يكترثون بهذه المسألة. فلذلك اليوم يعني باعتقادي أن روسيا يعني طبقت اتفاقية مينسك على الأرض بشكل آخر. ولا ننسى أن أهم البنود يعني في هذه الاتفاقية الدولية هي الوضع الخاص لمنطقة الدنباس. فلذلك يعني لو أقدم الغرب يعني على الحلول التفاوضية السلمية لما كنا رأينا مثل هذه العمليات العسكرية اليوم. ولكن أيضا لا ننسى أن طب دكتور عمار دعنا ننظر إلى العقوبات الغربية التي تحدث عنها الغرب وتحدث عنها الكثير من الأطراف اليوم على روسيا. هل روسيا مستعدة الآن لتحمل هذه الضغوط الاقتصادية الواردة من الغرب بعد هذه العملية العسكرية، أم أن لديها من البدائل ما سيعوضها عن ممكن ما يمكن القول عنه بأنه خسائر ستكبد الاقتصاد الروسي في الفترة القادمة؟ سيدتي لا يمكن اليوم يعني الحديث او اختزال يعني المنظومه الاقتصاديه الدوليه فقط في الولايات المتحده والمنظومه الغربيه. منذ عام 2014 وروسيا تقبع تحت العقوبات الاقتصاديه الغربيه، وقد جرى الكثير يعني من احداث اليات وخطوات لتمكين الاقتصاد الروسي الداخلي القومي. وهناك ايضا لا ننسى ان هناك مناطق اخرى، والاتجاه يعني التجاري الاكثر هو ليس للغرب ولكن للمنطقة الأوراسية. يعني الحلفاء الاستراتيجيون أو التجاريون يعني في الأرقام الأولى هي تعتبر يعني الصين والهند. فلذلك يعني التمادي في عملية العقوبات هذه كانت يعني في فترات سابقة، لكن اليوم يعني العالم تغير. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني لو ننظر إلى العقوبات باعتقادي أن الولايات المتحدة ستعاقب يعني هي والمنظومة الأوروبية ستعاقب يعني نفسها أو ستعاقب أوروبا، وذلك إذا أتينا إلى ملفات الطاقة. وليست المسألة فقط يعني محصورة بتوريد يعني الغاز، الحديث يجري عن الارتباك الذي نراه يعني في سوق الطاقة اليوم، يعني من أسعار غاز وأسعار نفط وغيره. فلذلك يعني المسألة هي يعني من ذات حدين بالنسبة يعني للطرف الأوروبي، والذي كان يعني يبدي مرونة في عدم التصعيد مع روسيا، ولكن للأسف الشديد يعني كما رأيناه أنه لا توجد هناك استقلالية في القرار السياسي يعني الأوروبي، والبراغماتية الأوروبية يعني لم تفلح في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. فلذلك اليوم يعني نحن أمام معادلات أيضا اقتصادية ممكن أن يعني تمتد إذا كانت العقوبات كما وصفوها. لغاية الآن لا ندري ما هي هذه العقوبات، هناك حزم ولكنها لا تعتبر يعني بالعقوبات الاقتصادية القاتلة. وأيضا يعني لا ننسى أن مبدأ يعني العقوبات الاقتصادية رأيناه يعني في التاريخ السياسي الحديث انه يعني لا يفدي يعني ليس ناجحا كعملية كأداة سياسية كأداة ضغط. وكل الدول التي عوقبت من قبل المنظومة الغربية يعني باتت تقريبا كلها دول نووية. فلذلك اليوم يعني باعتقادي الخيار امام يعني المنظومة الأوروبية، ولكن من الصعب ان تكون خياراتهم يعني طبعا التوجه لروسيا، ولكن ممكن ان تكون هناك ضغوطات يعني من قبل النخبة الاقتصادية الأوروبية، لأن مصالح النخب الاقتصادية الأوروبية هي التي ستتضرر أكثر من الاقتصاد الروسي. نعم. روسيا يعني بحجمها الجغرافي بمواردها الداخلية ممكن أن تعيش يعني الاكتفاء الذاتي مسألة يعني واردة جدا. لا ننسى أن يعني موارد الطاقة، المواد الزراعية، كل شيء موجود في روسيا. روسيا الدولة الأولى بالعالم التي تصدر من المصدرين القمح والمواد الأخرى يعني الغذائية. نعم، بالتأكيد روسيا تملك الكثير من الأدوات والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة. أشكرك دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيتاستوبل من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
دكتور طه، يعني لحضرتك اي تعقيب على كلام دكتور عمار؟ يعني حابب اؤكد على فكره انه العقوبات الاقتصاديه لن تكون سلاح ذات جدوى او فعال لاكثر من بعد. الاول هو انه روسيا اعتدت خلال السنوات الاخيره طبعا على عقوبات، وبالتالي روسيا بمساحه 17 مليون كيلو متر مربع هي تمن العالم اصلا يعني، وبالتالي عندها امكانيه كبيره جدا من الموارد، كمان هي المناطق اللي تم اللي من المتوقع ان يتم السيطره عليها في اوكرانيا، ايضا سوف تمثل اضافه الى المخزون الطاقه، مخزونات الطاقه والغذاء بالنسبه لروسيا. ادي حاجه. حاجه تانية ان روسيا عندها مساحه لبدائل اخرى في الجانب الاوراسي، الصين وبعض الدول الاسيويه ايضا في نسج تحالفات دوليه مضاده للغرب وبقياده الولايات المتحده في مقدمتها الصين ايضا. اما على الجانب الاوروبي فليس هناك صوت موحد فيما يخص الكثير من قضايا العالميه، قضيه كوفيد 19، قضايا في سوريا، في قضايا الشرق الاوسط، سوريا وليبيا الى اخره، لم نرى صوت موحد بين قاده الاتحاد الاوروبي، وخاصه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لم يعد هناك ما يمكن ان نعتبر ان في طرف اسمه الاتحاد الاوروبي كفاعل في العلاقات الدوليه. والنهارده شايفين المانيا او عدم توافق تام على فكره فرض عقوبات، وبالتالي فرض فكره العقوبات. ولذلك بالمناسبه يعني، طب اسمح لي دكتور طه، يعني هل يمكن اعتبار ان الغرب استهان بالقدرات الروسيه وكان سلاح العقوبات الاقتصاديه مجرد تلويح بما لا يؤثر على القرار الروسي؟ لا، انا شايف ان الغرب لم يستهين بالقدرات الروسيه، بل الغرب مدرك واقعيا للريستراكشن او اعاده الاحياء القوه الروسيه على مسار العلاقات الدوليه. يمكن احنا عارفين انه على مسار العديد من قضايا الشرق الاوسط تاثرت بعوده روسيا، في ليبيا ايضا شفنا الدور الروسي، في سوريا منذ 2014 وتراجع القبضه الامريكيه على مجريات السياسه الاقليميه في المنطقه. الجميع مدرك القوه الروسيه، ويمكن هم علشان كده ما كانوش بيسعوا للتصعيد مع روسيا. وحتى النهارده يعني الكل مدرك ان روسيا تحاول اعاده ترتيب اوراق النظام العالمي بشكل اخر. طب لماذا اذا لم ياخذوا يعني تحفظات روسيا على انضمام اوكرانيا لحلف الناتو ما اخذ الجد، واعتبار ان روسيا لا يمكن اغفال مطالبها الامنيه بهذا الشكل؟ يعني ده يمكن مما يؤخذ على السياسه الاوروبيه في الفتره الاخيره. احنا انا شايف انه الورقه او النقطه المحوريه هي عدم وجود صوت او عدم توافق اوروبي للتعامل مع الكثير من القضايا، وخاصه التعامل مع روسيا، لانه حتى اليوم القوه القياديه يعني القاطره الاقتصاديه او القوه السياسيه من الالمانيه وهي ذات ثقل كبير في صناعه القرار الاوروبي في مواجهه حتى فرنسا. احنا دايما شايفين عدم اتفاق تام في كثير من القضايا، منها فكره تاسيس قوه عسكريه اوروبيه، تاسيس الى اخره. يعني ملخص الكلام ان القوه الاوروبيه لم تتمكن من قراءة الرؤية الروسية أو الخطر الروسي أو العودة الروسية. هم مدركين لقوة روسيا، لكن ما كانش فيه تنسيق وتفاهم للتعامل مع قضية ماذا بعد العودة الروسية فيها. طب دكتور طه، يعني الحديث كما تابعنا في المؤتمر الصحفي للسفير الأوكراني في لندن كان بيتحدث عن إلغاء فيزا وماستر كارد في روسيا، إلغاء نظام سويفت وهي إمكانية التحويلات المالية من وإلى البنوك الروسية. يعني كل هذه الأمور ألا تشكل تأثيرا على الداخل الروسي بما يصنع أي شكل من أشكال التأثير على صانع القرار في روسيا؟ أتوقع أن صانع القرار الروسي قبل أن يقدم على عملية مثل تلك القائمة حاليا درس الأمر جيدا من كافة النواحي. يمكن بس الإشارة إلى سوفت، وهو نظام المعاملات البنكية عالميا، يجري أكثر من 42 مليون معاملة يوميا، وطبعا روسيا جزء من هذه الشبكة. لكن روسيا هناك تيار في الإدارة الروسية يرى أن هذه المعاملة أو التعامل في هذا الإطار سوفت تحديدا يمثل عبء على روسيا. يمكن أنه حينما تتخلص روسيا من التعامل في إطار هذه المنظومة يمكن أن تتحرر من بعض القيود التي تفرضها عليها يعني. وبالتالي أن أتوقع أنه في الفترة الجاية سوف هي لا شك أن روسيا هيكون عندها خسائر بالخروج من هذه المنظومة، لكن أتوقع أن صنع القرار الروسي بيسعى لإطار لبدائل من
من خلال رفع التمثيل او رفع التبادل المالي او التعاون المالي مع قوى اخرى زي الصين على وجه التحديد في الفتره الاخيره. طب ده ياخذنا الى التساؤل عن الموقف الصيني من هذه الازمه، يعني كيف كان الموقف الصيني منذ بدايه الازمه وحتى الان بعد العمليه العسكريه اليوم؟ الصين حتى اليوم يبدو انها تقف موقف المترقب والحذر، لانها تدرك ان هذه الازمه تحديدا هي يعني قد تكون القشة التي سوف تقسم ظهر النظام العالمي القائم أو المنظومة العالمية القائمة، باعتبار أنها بالمناسبة هذه الأزمة تحديدا سوف تكون المحطة التي نشهد بعدها تشكل ملامح نظام عالمي جديد يمكن أن نتحدث فيه عن فاعلين، كما كانت مثلا حرب الخليج الثانية كانت محطة مهمة في العلاقات الدولية، وظهرت بعدها الولايات المتحدة تعلن للعالم أننا القوى الكذا يعني الأعظم على مستوى العالم. أتوقع أنه سوف تكون يكون عام 2022 عام الفرز بعد هذه الحرب ما تعدي، هيكون هناك أصوات جدد في العلاقات الدولية، الصين سوف تكون واحدة من هذه القوى الاقتصادية التي تسعى لتحويل نفوذها الاقتصادي إلى نفوذ سياسي، وبالتالي الصين في الوقت الراهن تقف موقف الحذر والداعم أيضا بالمناسبة للموقف الروسي، لأن احنا عارفين في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هناك تنسيق وتفاهم ما بين محور مناهض للغرب وبقيادة الولايات المتحدة ومحور آخر بتتزعمه الصين وروسيا أيضا، وبالتالي أتوقع أن الصين تقف موقف الحذر والمترقب لما سوف تسفر عنه الأزمة الراهنة لتعلن عن فعل جديد في العلاقات الدولية، وبخاصة مع تراجع دور الاتحاد الأوروبي الذي كنا نتصور أنه سوف يكون دور فاعل أيضا. خرجت بريطانيا أو تخرج حاليا بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك انقسام في الأصوات الأوروبية في الداخل بما يجعل أن يعني الفاعلين الدوليين في مرحلة ما بعد أوكرانيا سوف تكون الصين في المقدمة، خاصة أن الكثير من التقارير تتصور أن يعني بتنبئ بأن الاقتصاد الصيني سوف يحتل المرتبة الأولى متفوقا على الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة. طب دعنا ننظر إلى تصريحات يانس شتولتنبرغ أمين عام حلف الناتو، اليوم تحدث عن اجتماع لدول الحلف أو قادة دول الحلف غدا، هذا الاجتماع الافتراضي يعني في ظل أزمة كالحالية وفي ظل وجود حلف الناتو كطرف في هذه المشكلة بشكل أو بآخر أو ربما يكون أحد الأسباب لهذه المشكلة، بنجد أن الاجتماع مؤجل للغد ليس اليوم، هل هذا يشير إلى طبيعة نظرة الناتو إلى هذه المشكلة أم ماذا؟ لا، هو بيشير إلى ضعف قبضة الناتو أو ضعف الدور الناتو في الأزمة الراهنة، باعتبار أنه لو كان سيكون للناتو دورا في الأيام المقبلة لكان فيما سبق، باعتبار أن الجميع كان يدرك وحتى الولايات المتحدة بالمناسبة كانت بتقول أن خلال هذا الأسبوع سوف يكون هناك هجوم روسي على أوكرانيا، حتى من باب الحرب النفسية الرئيس الروسي طلع يستخف ويسخر من هذه التصريحات، ووزير الخارجية الروسي أيضا يعني كان في أحد المؤتمرات الصحفية كان بيسخر وبيقول طب ما قالولناش الساعه كام بالظبط، يعني ما دام هم عندهم، عايز اقول ان الاداره الامريكيه تدرك جيدا ان هناك جديه من الجانب الروسي رغم كل النفي الذي جاء على لسان المسؤولين الروس، يعني الفعل الروسي ما هو يعني هو برضو في موقع المسؤوليه، مش بطبيعه الاحداث هيطلع يقول، مش من المنطق انه يطلع يقول للناس احنا هنهجم بكره، يعني دي طبيعه الفعل، روسيا قوة عسكرية كبرى لا شك في ذلك يعني. ولكنه نفى تماما الاقدام على هذه كما يقولون الخطوة. الحرب خدعة كما يقولون الحرب خدعة، لكن نعم. انا عايز اقول انه الناتو ايضا من دلالات ضعف الدور الناتو خلال المرحلة انه حتى غير جاد، يمكن حتى حضرتك بتقولي انه بيؤجل الاجتماع لغدا، كان يفترض ان يكون immediately now انه بالزبط. هذا الاجتماع ايضا مهم جدا القاء الضوء على الدور الامريكي في هذه المسألة، ان امريكا من مصلحتها انا اتصور يعني ان امريكا من مصلحتها جذب او يعني توريط روسيا في مثل هذه الأزمة، يمكن حتى يمكن أن تقع موسكو تحت طائلة عقوبات تحت طائلة ضغوط غربية عالمية إلى آخره، لأن إضعاف الدور الروسي من مصلحة يعني سوف يفيد بالضرورة الولايات المتحدة، باعتبار أن أمريكا ترى أنه يعني كانت تحارب التمدد الروسي اقتصاديا من خلال بوابة الغاز، وكانت تحارب خط نورد ستريم 2، وبالتالي أي اضطراب في واردات الغاز من روسيا سوف يفيد روسيا
الولايات المتحدة باعتبار أنها فاعل في سوء الطاقة العالمي الأخير، لكن ده يضع عبء يعني على عاتق الولايات المتحدة باعتبار أنها ستكون مسؤولة خلال الفترة المقبلة على توفير البدائل. يمكن هي حتى تحولت لبعض الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط لتوفير بدائل في الغاز، لكن أتوقع أنه صعوبة وضيق الوقت سوف يؤثر على سوق الطاقة العالمية. بالمناسبة واليوم شهد ارتفاعا في سوق البترول، وصل ل $103، يمكن يعني قفزة هائلة سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي كله. أتوقع أنه خلال دي من دلالات بالمناسبة خطورة. اسمح لي دكتور طه، يعني هل يمكن النظر إلى هذه الأزمة على أن تداعياتها أو أثارها السلبية ستقع على أوروبا تحديدا؟ يعني الولايات المتحدة بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمة على الأرض، ولكن الجانب الأوروبي هو من سيتضرر لأنه هو من يحصل على معظم الطاقة من روسيا. عايز اقول ان الجميع سوف يقع تحت طائله نيران هذه الازمه. ننظر الى اذا كانت اوروبا تستخدم ما لا يقل عن 40% من واردات الطاقه من روسيا، فالولايات المتحده ايضا متداخله مع كافه تفاصيل الاقتصاد العالمي، باعتبار ان اي حاله من التضخم تصيب الاقتصاد العالمي سوف تؤثر على الاقتصاد الامريكي بالضروره. اذا احنا شفنا يعني حدث قليل، يعني كما حدث في قناه السويس حينما تاثرت حركه الملاحه في قناه السويس، وهي مجرى ملاحي مقارنة بالاقتصاد العالمي. طبعا هي مش كل شيء لكنها مهمة طبعا، لكن كيف تأثر الاقتصاد العالمي من خلال حادث لم يستمر 3-4 أيام، فما بالك من حرب بين اثنين يعني يمثلوا 25% من سوق الغذاء العالمي، روسيا وأوكرانيا. روسيا العام الماضي أنتجت وصدرت للعالم مثلت 18% من واردات القمح في العالم، وأوكرانيا تمثل نحو 7 أو 8%. يعني أنت بتكلمي على 25. وقيل أن بورصة القمح أيضا تأثرت اليوم بفعل هذه العملية العسكرية. أكيد طبعا، وبالتالي أن أوروبا سوف تكون من المتأثرين في مقدمة المتضررين من هذه الأزمة، الولايات المتحدة كما أشرت، العالم العربي سوف يكون هو الآخر في مقدمة المتضررين، باعتبار أن كافة الدول العربية مستوردة للغذاء بشكل عام. يتراوح استيراد الدول العربية من الغذاء القمح على وجه التحديد من 50-80% من وارداتنا كلها من روسيا ومن أوكرانيا. وبالتالي أنا حتى عايز يعني، لكن إحنا في مصر هنا أتصور أن الحكومة، يمكن كان في اجتماع بالأمس، خلال بعد الاجتماع عبر رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان مصر عندها مخزون من القمح يكفي لمدة ما بين 4-5 شهور. اعتقد ان دي حاجة ايجابية، لكن في هذه الازمة بتفرض على الدبلوماسية المصرية بذل الكثير من المزيد من الجهد لفتح المزيد من الاسواق لتعويض ما قد يترتب على ضرر في حالة يعني طبيعة الحال الجزء اللي هو جاي من اوكرانيا هيتضرر بطبيعة الحال. طب دكتور طه، يعني اذا كان العالم بيعاني بعد ازمة كورونا من تداعيات اقتصادية ضخمة وانكماش وتراجع وتضخم، بنجد هذه العملية العسكرية بتأتي اليوم لتضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد العالمي سواء الأوروبي أو الاقتصاد بصفة عامة في العالم. كيف تنظر حضرتك إلى التوقيت لإجراء هذه العملية العسكرية الروسية وتأثيراته في ظل وجود أزمة بالفعل في الاقتصاد العالمي؟ يعني أتوقع أن الموقف الروسي إنما جاء في المقام الأول نتيجة لحاجتين، حاجة سبب مباشر وسبب ربما يكون غير مباشر. السبب المباشر هو رغبة الولايات المتحدة في مناكفة الروس من خلال توسيع أو تمدد حلف الناتو حتى حدودها الجنوب الغربية، والرئيس الروسي كان يتحدث للرئيس الأمريكي جون بايدن من ديسمبر الماضي بأن يضمن له عدم انضمام روسيا أوكرانيا إلى حلف الناتو. لكن دي 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 ده سبب ايضا من 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 الدلالات غير مباشره او الاوجه يعني الابعاد غير المباشره لهذه الازمه، يعني فكره رغبه الطرف الروسي في استعاده دوره في السياسه العالميه بشكل عام، وان يكون له وضع افضل في ترتيبات النظام العالمي الجديد، باعتبار ان روسيا اليوم ليست هي روسيا كانت اللي كانت سنه 1990 بعد تاكد سقوط الاتحاد السوفيتي. لكن اسمحي لي عايز اشير لنقطه مهمه. اتفضل. ان الرئيس الروسي يدرك ان الإدارة الأمريكية، بمناسبة التوقيت بقى، الإدارة الأمريكية عندها إشكاليات مرحلة ما بعد الرئيس ترامب
ممثلة في سوء أو ضعف كفاءة التعامل الخارجي، في أزمات في الداخل الأمريكي، دي حاجة، عدم وجود صوت أوروبي موحد في مواجهة كده، عندي أيضا أوراق ضغط روسية. يعني أنا عايز أقول أن الرئيس بوتين أدرك تماما أن هذا تلك اللحظة المناسبة لإثارة هذه الأزمة، وخاصة أنه كان في جدية من جانب الغرب لضم أوكرانيا لحلف الناتو، وبالتالي يعني أتوقع أن ده كان التوقيت الأمثل من وجهة النظر الروسية طبعا. نعم. طب تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن الأراضي الأوكرانية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وأن ما حدث في عام 1991 هو خطأ فادح، كيف تنظر إلى هذا التصريح، وهو ما يعني أن يعني روسيا تنوي تدارك ما حدث في عام 91 وهو إعادة أوكرانيا إلى الحظيرة الروسية؟ هذه الخطوة تأتي امتدادا لعدد من الخطوات التي قامت بها روسيا في السنوات الأخيرة، كمثل خطوة ضم شبه جزيرة القرم سنة 2014، ومن قبلها الاعتراف بمناطق أبخازيا وأوسيتيا، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وتمدد الدور الروسي في مناطق العودة إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. ده كله يأتي امتداد للفكرة اللي تحدثت عنها منذ قليل، وهي إدراك الرئيس الروسي أنه قد آن الأوان لعودة روسيا إلى السياسة العالمية كفاعل، وأن يكون النظام العالمي متعدد الأقطاب وليس نظاما أحاديا بقيادة الولايات المتحدة. ولكن روسيا منفردة أم روسيا بوصفها الاتحاد السوفيتي السابق؟ التاريخ لا يعيد نفسه بطبيعة الحال، لكنه يتشابه، وبالتالي أن روسيا اليوم سوف لن تكون هي روسيا ما سبق، لكن بشكل مختلف بعض الشيء. لكن يكفي أن نشير أن حينما نتحدث عن الدور الروسي نتحدث عن مصالح اقتصادية، فيما سبق كنا نتحدث عن أيديولوجية الشيوعية وتوسعها وتمددها حول العالم، وبالتالي الاقتصاد يتحدث في المقام الأول. روسيا يعني في عندي فاعلين على مستوى العالم، شرعية وجودهم هي شرعية اقتصادية قبل كل شيء، وليست شرعية عسكرية. الولايات المتحدة قبل أن تكون قوة عسكرية هي قوة اقتصادية. الصين هي الأخرى تتحدث عن عندي نفوذ روسي يتمدد. يريد بوتين أن يقول للعالم أن روسيا اليوم لم تكن هي روسيا عام 1991. هنا يظهر في المخيلة بعدين مهمين جدا، البعد التاريخي وهو استعادة الدور الروسي عالميا كما نؤكد، البعد القومي حينما يغازل روسي الرئيس الروسي شعبه في الداخل بأننا يعني نعيد نسعى لإعادة إحياء القومية الروسية، وكما يعني وزي ما قلنا الاقتصاد هو المتحكم في كافة الأحوال. طب دعنا ننظر إلى تركيا. تركيا بعلاقاتها مع روسيا وفي ذات الوقت هي عضوة في الناتو، هناك مطالب أوكرانية بإغلاق مضايق البوسفور في وجه الملاحة الروسية، كيف تنظر إلى هذه الخطوة والموقف التركي؟ مع من ستتعاطف تركيا، مع روسيا أم مع أوكرانيا والغرب؟ يعني دي من دلالات مرحلة ما بعد أوكرانيا، هي أن الدول المتوسطة زي تركيا وحتى الدول الكبرى في العالم العربي سوف يكون عليها الموازنة أو المفاضلة في أي وجهة يمكن أن نرتكن، سواء للطرف الروسي الذي سيكون هو روسيا والصين سوف يكونوا قد يكونوا قطب في المستقبل القريب، أو حتى الولايات المتحدة والغرب. لكن سوف تسعى أتوقع أن تركيا، والحال نفسه بالنسبة للدول العربية بالمناسبة، سوف يسعوا إلى إحداث التوازن بين القطبين أو المحتملين أو روسيا الصين الغرب، سوف يسعى إلى التوازن، وخاصة في ظل الانتر اندبندنس الاعتماد المتبادل، يعني لا يمكنك أن تعيش بمعزل بطرف عن الآخر. فأتوقع أن المصالح التركية الروسية أنه هو يعني في حين أن هناك بعض الاختلاف في الملفات ما بين روسيا وتركيا في مثلا في أرمينيا على سبيل المثال وفي أسيا الصغرى، لكن هناك تنسيق في منطقة شرق المتوسط ما بين، فلا يمكن الفصل التام ما بين روسيا وتركيا، وبالتالي سوف تسعى. يعني أنا أتوقع أن النهاردة بيكلم بوتين بيكلم الغرب حتى لا يخسر الموقف، يخسر الناتو الذي هو عضو فيه، ويقول إحنا معاكم
لكن أتوقع أنه حينما لما يتحدث إلى روسيا سوف يتحدث بدبلوماسية مرنة وليست خشنة، ويغلب الجانب الدبلوماسي على بخلاف الولايات المتحدة التي يمكن أن تصطدم بروسيا في لحظة من اللحظات. نعم. فأنا لا أنا أستبعد. السؤال الأخير لحضرتك وما تبقى لنا إلا دقيقة هو عن ما يقوله بعض المحللين من أن روسيا من خلال هذه العملية العسكرية تقسيم أوكرانيا إلى دولتين، دولة نصف شرقي يكون تابع لروسيا والنصف الغربي ربما ينضم إلى الناتو أو يكون تابع للغرب. فكرة العملية العسكرية هل هي بما أصابته حتى الآن ومؤشرات الأولية لهذه العملية هل هي فعلا تستهدف تحقيق مثل هذا الغرض؟ أتوقع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي من خلال هذه الحرب أن يوصل رسالة إلى كافة دول البلطيق، كل دول المنطقة، أنه الاقتراب من الناتو بالنسبة لروسيا خط أحمر، حتى وإن اقتربوا ولا لابد يعني حتى وإن جاء ذلك على يعني على حساب سيادة الدول، تقسيم زي ما حصل في 2008 تقسيم جورجيا، اليوم تقسيم أوكرانيا. أتوقع أنه حتى قد تتطور الأحداث، وده وفقا للرؤية الروسية، انه قد يرى ضعف القبضة الغربية وعدم ورخاوة غربية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، ده قد يثير طمع بوتين بالمناسبة الى الاستيلاء على كافة أوكرانيا. واسأل الله ان ينجي كافة الدول العربية من شر مثل تلك الأزمات. يا رب. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طه علي الكاتب والمحلل السياسي. آمين. شكرا جزيلا. آمين. لحضرتك مشاهدينا، خدمتنا الإخبارية ومتابعتنا الإخبارية متواصلة معكم على مدار الساعة، ابقوا معنا دائما على شاشة الميل للأخبار. إلى اللقاء.